السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نكمل وياكم محاضراتنا لموضوع اللابلاس ترانسفورم. محاضرتنا اليوم ضمن موضوع الشفتنج. في حالة قلنا في حالة شفتنج مضروب بالاكسبوننشال، فقلنا انه ناخذ اف للاس للدالة، ثم بدل كل اس نضع اس ناقص اي. الاي هو باشارته اللي هو اس الاكسبوننشال اللي مضروب به. نجي نباوع. في حالة عندنا أي دالة، في حالة عندنا أي دالة مضروبة في التيلس إن، إذا نطبق هذا القانون. نجي نوضح القانون. في حالة عندنا لابلاس المن لأي دالة مضروبة في تي أس إن، إذا القانون مالته هو الآتي: حط ناقص واحد للأس ان دي للاس ان على دي للاس للاس ان مضروب في اف للاس. اذا احنا انتبهنا بكل الاحوال انه احنا اي داله عندنا دائما ناخذها مضروبه في الاكسبوننشال او مضروبه في التيلس، دائما ناخذها نطلع الاف للاس اول شغله نسويها، بعدين نشوف القاعدة شنو اللي تقوله هنا. زين، نفرض انه تي اس هو تي مثلا الاس، خلينا نقول واحد، شو راح يكون؟ راح يكون ماينس واحد للاس واحد، فهو شو يبقى؟ يبقى ناقص. هذا الجزء اذا يحدد فقط الاشارة، اوكي، يحدد فقط الاشارة. شلون الاشارة؟ في حالة الاود وفي حالة الايفن. طبعا في حالة الاود اللي هو اقصد الرقم فردي، يعني هنا تي بلس ان، اذا كان واحد اذا فردي الاشارة راح تبقى، اذا راح تصير سالب. في حالة الزوجي اللي راح تصير موجب، بما انه تي بلس واحد راح تصير شنو؟ نقول تي بلس اثنين، وهنا تي بلس ثلاثة. بما انه واحد اذا فردي الاشارة تبقى، اثنين زوجي الاشارة موجب تروح، وهنا ثلاثة فردي الإشارة سالب. هذا الجزء خلاص يبقى هذا دي للأس بالنسبة لدي للأس، وهنا دي تربيع بالنسبة للدي أس تربيع، وهنا دي تكعيب بالنسبة دي أس تكعيب. كلهن راح يكون المضروبات بالأف للأس. ليش؟ لأن هو دي لوس ان على دي اس لوس ان، فهذا يبقى اف، هذا يبقى عندي اف للاس. تمام؟ بمعنى النتيجه انه لازم هذا اشتق الاف للاس مره واحده للاس. اما في حاله تي اس اثنين اذا لازم اشتق مرتين، في حاله دي اس ثلاثه اذا اشتق ثلاث مرات. هذا التوضيح مال القانون. أنا مطيني سؤال بسيط، تي تربيع في الكوساين الاي تي، مجرد الان ايش قد؟ الان اثنين، الاف للتي ايش قد؟ الاف للتي كوساين الاي تي، اف للاس اذا ناخذ لابلاس ولا يطلع لنا اس على اس تربيع زائد اي تربيع. اذا المطلوب مني لابلاس لهذه الداله هو عباره عن تطبيق القانون. ورا ما بسط القانون ايش يقول؟ يقول اذا القانون انا لازم اشتق المشتقه الثانيه المن لهذا الجزء. اذا ايش راح اسوي؟ اخذ المشتقه الاولى واطبقه لهذا الجزء واكمله وبسطه لحد اخر شيء، ثم اخذ المشتقه الثانيه إلى. طبعا انتبه شباب هنا، انتبهوا، هذا الجزء هو مو اثنين، انا هنا كاتبه اربعه، هذا الجزء راح يكون اربعه. تمام شباب؟ لان هذا هو اصلا تربيع بالقاعده قبلها. لما اجي اشتق مشتقه ثانيه انه المقام تربيع، بعدين احط المقام فوق في مشتقه البسط ناقص البسط في مشتقه المقام، اذا هذا اس 4 عدلوها يمكن في المحاضره. تمام؟ هذا الجزء اس 4 في صفحه رقم 7، هذا الجزء هو رقم 4 وليس 2، هنا موضحه ومرتبه انه اس 4. ليش؟ لان هذا 2 واحنا مربع المقام. تمام؟ المقام تربيع مربع المقام، اذا اثنين تربيع هي اربعة. اوكي؟
مجرد انه راح نطبق القاعدة مال المشتقة نوصل الى نتيجة اذا هذا الحل النهائي. ومعطيكم هاي امثلة طبعا على الموضوع اللي هي امثلة مهمة جدا. اتمنى لكم كل التوفيق يا طلاب، ولا تنسون الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا.